مساء الصحة والعافية عليكم متابعينا، وأهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامج عيادة الأيام. راح أكون وياكم بالإعداد والتقديم الدكتورة نور محمد علي طبيب اختصاص. نستضيف ببرنامجنا عدد المسؤولين من وزارة الصحة لإطلاعنا على آخر المستجدات وآخر منجزات وزارة الصحة، كذلك نستضيف أطباء من مختلف الاختصاصات الطبية حتى يجاوبوكم على أسئلتكم، نتكلم مواضيع طبية متنوعة. إذا عندكم أي سؤال أو مقترح أو أي شكوى على وزارة الصحة تقدرون تتواصلون معنا على الأرقام الموجودة أسفل الشاشة. خلونا نروح نشوف هذا الفاصل وراجعين وياكم. هشاشة العظام المرض الصامت هو أحد الأمراض الخطيرة التي تصيب العظام. المرض يجعل العظام قابلة للكسر بسهولة، خصوصاً عظام الورك والرسخ والعمود الفقري. إنه مرض يصيب النساء أكثر من الرجال. من عوامل خطورة الإصابة بهشاشة العظام تقدم عمر النساء فوق 65 سنة وللرجال فوق 70 سنة. الجنس الأنثوي، انقطاع الطمث في عمر مبكر قبل 45 سنة، قلة تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين دي وعدم التعرض لأشعة الشمس، التدخين والخمول البدني، تناول القهوة والمشروبات الغازية بكثرة. الإصابة بأمراض مثل الأمراض المزمنة للكبد والكلى وأمراض سوء امتصاص الجهاز الهضمي والتهاب المفاصل الرثوي وفرط نشاط الغدة الدرقية واستخدام هرمون الغدة الدرقية أو استخدام الأدوية مثل أدوية الكورتيزون أو الأدوية المضادة للسرطان والنحافة. للوقاية من هشاشة العظام، تناول غذاء غني بالكالسيوم مثل الحليب ومشتقاته كالألبان والأجبان، المأكولات البحرية مثل أسماك السردين والتونة والروبيان، الأكباد مثل أكباد الأغنام والأبقار، البقوليات مثل العدس والفاصوليا واللوبيا، المكسرات مثل الكازو والفستق، الخضروات مثل السبانغ والملفوف، البذور مثل بذور زهرة الشمس وبذور السمسم، تجنب الأطعمة المعلبة لأنها تحتوي على أملاح ضارة، ممارسة الرياضة بانتظام مثل المشي لمدة نصف ساعة 5 مرات بالأسبوع، التعرض لأشعة الشمس 3 مرات أسبوعياً، وكاف لتوفير كميات صحية من فيتامين دي لأجسامنا. أهلا بكم متابعينا مرة أخرى. معنا اليوم بالاستوديو الجراح الاختصاص الدكتور حسام الدين أحمد عبد الكريم، مدير قسم تفتيش المؤسسات الخاصة في وزارة الصحة. أهلا ومرحبا بكم دكتور. أهلا وسهلا دكتورة. أهلا وسهلا دكتور. بداية نحب نتعرف على هيكلية قسم التفتيش بالنسبة للمؤسسات الصحية الخاصة، تفضل دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. قسم التفتيش مؤسسات صحية الخاصة هو أحد أقسام دائرة التفتيش في مركز الوزارة. نعم. يتكون هذا القسم من 4 شعب أساسية. نعم. الشعبة الأولى هي شعبة الصيدلة، تتضمن هي تفتيش الصيدليات الأهلية والمذاخر الأهلية ومكاتب العلمية. نعم. الشعبة الثانية هي شعبة المستشفيات والمراكز التخصصية. الشعبة الثالثة هي شعبة المختبرات. نعم. التي تتضمن المختبرات الأهلية الرئيسية والجانبية ومحلات مستلزمات الأجهزة والمختبرية. نعم. الشعبة الرابعة هي شعبة العيادات، تضمن تفتيش عيادات الجراحية اليومية. نعم. عيادات الأطباء وأطباء الأسنان وعيادات ذو المهن الصحية. نعم. كذلك يوجد شعب مناظرة لتفتيش الخاص في دوائر الصحة في الكخ والرصافة ودوائر المحافظات. نعم. تكون من أيضا من وحدات مناظرة للشعب الموجودة في قسمنا. نعم. ما هي أهم المهام والواجبات لقسمكم لهذه الشعب والوحدات النظيرة؟ قسم التفتيش الخاص وشعب مناظرة مهمتها هي تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة بكل مسمياتها. نعم. وخاصة يعني اللي يكون هي
تأسيسها أما أن تكون عن طريق قانون تابع لوزارة الصحة أو إجازاتها صادرة من النقابات المعنية. نعم. تضمن حسب الشعب اللي ذكرتها الصيدلة بكل أنواعها، سوق الدوائي، المستشفيات الأهلية، المراكز التخصصية من ضمنها مراكز التجميل، تضمن المختبرات اللي ذكرتها والعيادات كافة. نعم. فعملها يتوزع على كل هذه المحاور كقسمنا أو شعب المناظرة في أقسام التفتيش في دوائر الصحة. نعم. دكتور، خلينا نتحدث بالمحور الأول وهو المستشفيات الخاصة. نبدأ مختصرة عن المستشفيات الخاصة، ما تعريف هذه المستشفيات وما هو دوركم الرقابي على هذه المستشفيات؟ المستشفى الأهلية مؤسسة خاصة تأسس حسب قانون تأسيس المؤسسات الخاصة رقم 25/2015، تكون يعني مكونة من أقسام ووحدات وردهات مشابهة لتقسيمة المستشفيات الحكومية. بالنسبة إنه يعني مثل ما تعرفين حضرتك، المستشفى الأهلية هي أكثر مؤسسة صحية خاصة تقدم خدمة للمواطن مقارنة بالمؤسسات الصحية الأخرى. من خلال العمليات الجراحية، من خلال الاستشاريات، من خلال الرقود، وحدات الطوارئ. والتشخيصات الأخرى، المختبر، الأشعة، السونار، المفراس. دورنا احنا في ما يخص موضوع المستشفيات الأهلية هو إجراء زيارات دورية لهذه المستشفيات أو مفاجأة إذا في حال وجود شكاوي، متابعة عمل هذه المستشفيات، متابعة الكوادر الموجودة، متابعة الردهات، العمليات إلى آخره. فالتفتيش هيكون يعني كامل ومتكامل من جميع النواحي. نعم. نعم. أيضا نحب نتعرف على عدد المستشفيات بشكل عام بشكل تقريبي في العراق أو في بغداد. هو صراحة حسب يعني إحصائي القطاع الصحي الخاص ما يعادل 130 مستشفى أهلية موجودة في العراق كله. نعم. إن كانت مؤسسة على قانون مؤسسات صحية خاصة وأكو مستشفيات في بغداد ولا في العراق ككل؟ في بغداد والمحافظات. في بغداد والمحافظات. نعم. يا ريت تطلعنا دكتور على موقفكم كقسم تفتيش المؤسسات الخاصة في داخل القسم في وزارة الصحة. ما هو الموقف بالأعداد إن أمكن؟ مثل ما ذكر حضرتك، احنا عملنا هو يقوم على شكل جولات دورية. نعم. أكيد. جولات تفتيشية على كل هذه المحاور. نعم. بمفتشين. عندي مفتشين اطباء، عندي اطباء اسنان، عندي صيادله، عندي ذو مهن صحيه. وكل من يعني حسب اختصاصه. نعم. وعلى المؤسسه المخصص باختصاصه هو يروح كتفتيش لها. احنا خلال هاي السنه يعني عملنا كان من واحد الى حد تقريبا 30 10 تقريبا، كان مجمل زيارات القسم مالته تجاوزت 2000 زياره. نعم. ضمنت ما يقارب 500 زيارة إلى موضوع سوق الدوائي في بغداد وبعض المحافظات أيضا. نعم. أيضا كان عندنا جولات في بعض المحافظات، تقريبا ما يعادل 130 مؤسسة في المستشفيات، عيادات ما يعادل 300 إلى 400، المختبرات 700 إلى 800 مختبر تم تفتيشه خلال هذه السنة. الإجراءات بعد زيارة تفتيشية تضمن هي في حال تسجيل مخالفات. نعم. نفرض العقوبة اللي حسب كل مخالفة. يعني مثلا نعطيش مثال، احنا هالسنة صدرنا في قسمنا واحدة تقريبا ما يعادل 572 أمر غلق. نعم. حسب قانونين، قانون وزارة مهنة الصيدلة وقانون الصحة العامة 89/81. نعم. صدرنا أوامر إنذار ما يقارب 900 أمر إنذار لهذه المؤسسات. غرامات ما يعادل 200 أمر غرامة مالية بحق هاي المؤسسات المخالفة. عندنا أيضا فيما يخص موضوع خاصة الصيدلة والمختبرات، هو عندنا مواضيع هو ضبط الأدوية المخالفة. نعم. أي تقريبا ما يعادل 425 أمر إتلاف تم إصداره خلال هذه السنة بحق الأدوية المخالفة والمهربة. كذلك أيضا عندنا بعض من نشاطاتنا أيضا إحالة المحاكم المختصة، أي ما يعادل 25 إحالة. إحالة إلى لجان انضباط في النقابات المعنية، نقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، ما يعادل 470 أمر. إضافة إلى عدة عقوبات أخرى، منها مثلا مخاطبة مفاتحة مكتب المستشار الوطني في حالات موضوع الأدوية المؤثرات العقلية. عندنا إحالة إلى لجنة الكشف اللياقة الموجودة. ف
فهاي يعني تقريبا مجمل العقوبات والاجراءات اللي احنا نتخذها بحق المؤسسات وخاصه المخالفه للشروط. ممكن نطلع على الموقف بالنسبه لدوائر الصحه في المحافظات؟ يعني احنا صراحه حسب احصائيه ايضا موجوده عندنا تقريبا احنا هالسنه كمجمل الاحصائيات لكل الدوائر في يعني كدائرتنا ودوائر الصحه يعني ما يقابل يعني عدد الزيارات وصلت لحد 17,000 زياره. اوامر الغلق يعني حدود 2000 امر غلق، 3800 عدد الغرامات الماليه ما يعادل 400 احاله الى لجان انضباط 1000 احاله، احاله الى المحاكم من ضمنها الاحاله الى وزاره الداخليه ما يقارب 500 احاله. هذا الموقف العام لكل دوائر الصحه من ضمنها قسمنا ايضا. نعم. هاي مجمل الاجراءات احنا نقوم بها كقسم تفتيش خاص، كذلك الشعب المناظرة إن في دوائر الصحة كافة. جهود مباركة، نتمنى لكم كل التوفيق في عملكم. ممنون. متابعينا الكرام خلونا نشوف هذا الفاصل وراجعين وياكم. أهلا بكم متابعينا مرة أخرى، نكمل حديثنا دكتور حسام حول المؤسسات الأهلية أو المؤسسات الخاصة. تكلمنا بعض الشيء عن المستشفيات الأهلية، نتكلم الآن عن دوركم الرقابي في هذه المستشفيات وما هي أهم السلبيات التي تم رصدها في هذه المستشفيات. تفضل دكتور. ما ذكرت قبل قليل مؤسسة المستشفى الأهلية تعتبر من أهم المؤسسات أنا في الوزارة. أيضا اهتمام السيد المعالي الوزير بالموضوع كان كلش اهتمام مهم، لانه لايماننا ان هذا كون هذه المؤسسه تقدم لنا خدمه للمواطنين، لكن في نفس الوقت تحتاج الى رقابه من عندنا، لانه هنا هي تكون في حاله تماس مباشر مع حياه المريض من خلال العمليات، من خلال الولاده، من خلال الطوارئ، من خلال الردهات. لذلك كان هو مراقبتنا لها كتفتيش تم التركيز على النقاط اللي نقدر نعتبرها الامور الفنيه اللي احنا لاحظناها وشفناها في تماس مع المريض. أذكر منها مثلا عندنا هنا هي موضوع صالة العمليات. يعني يجب أن تكون صالة العمليات ضمن المواصفات الفنية. الموضوع الاستخدام الأدوية التخدير أيضا مهم موضوع. هذا يعني من خلال صلاحية هذه الأدوية ومصدرها، طريقة شرائها وإعطائها وحفظها، كلها من النقاط أيضا نركز عليها بزيارات تفتيشية. نركز على موضوع الإفاقة، موضوع تواجد الاطباء في صاله في العمليات وطبيب التخدير مساعد التخدير، مصدر الاكسجين المستخدم، مصدر الغازات الطبيه الاخرى الموجوده ضمن صاله العمليات، اي تشققات او امور موجوده، لان مثل ما تعرفي حضرتك هاي تعتبر مصدر للعدوى ايضا نرفع بها سلبي نرفعها في التقارير منها ويجب ان تعالج في صاله العمليات. من المرافق الأخرى في المستشفى أيضا ركز عليها موضوع الردهات، نظافة الردهات، تواجد الكوادر في هذه الردهات، العناية المقدمة في هذه الردهات، الأدوية المستخدمة أيضا، وجود دواليب الصدمة. دواليب الصدمة أيضا مهمة بالنسبة لنا في ردهات المستشفيات الأهلية. وحدات الطوارئ الموجودة هل هي مجهزة بكافة التجهيزات لاستقبال الحالات الطارئة، من ضمنها أجهزة دي سي أو نيوبلايزر أو السكر أو دولاب الصدمة، الأدوية الموجودة بها. مثل ما تعرف حضرتك المستشفى لا يوجد فيها كليتها صيدلية. لا يوجد فيها كليت المستشفى صيدلية. المختبر الموجود داخل المستشفى لإجراء التحاليل اللي يجريها، الكواليتي كنترول احنا السيطرة النوعية مات، وجود تسعيرة للفحوصات المختبرية موجودة داخل مختبر المستشفى. أجهزة السونار، أجهزة الأشعة، موضوع الترصين، موضوع الموافقات البيئية أيضا نبحث عنها في التفتيش. نبحث عن آلية التخلص من النفايات الطبية أيضا مهمة بالنسبة لنا، كيفية التخلص ومعالجة هذه النفايات لأنها تعتبر مصدر للعدوى. أيضا بالتفتيش نراقب موضوع الكوادر العاملة في المستشفى، إذا كانت هي كوادر العراقية وموقفها من الدوام الرسمي. كذلك عندنا موضوع ايضا الكوادر الاجنبيه، يعني نبحث عن الموافقات الرسميه لهذه الكوادر والتراخيص الخاصه بهذول الكوادر. عندنا ايضا تبقى الامور الهندسيه، امور اداريه وهندسيه يعني ايضا نبحث عنها في التفتيش، لكن صراحه التوجيه هو كان على الامور الفنيه. السيد معالي وزير الصحه عقد اكثر من اجتماع في هذا الموضوع، وتداول ايضا مع اصحاب المستشفيات الاهليه
وسمعنا من عندهم ايضا ارائهم وقلنا لهم على السلبيات وطريقه معالجه هذه السلبيات، لانه هاي المؤسسه مثل ما دقوش وعيتنا دائما مؤسسه مهمه للوزاره. نعم، تقدم خدمات كبيره، تقدم خدمات للمريض، وهاي الخدمات للامانه هي مثل ما تعرفين هي في تماس مع حياه المريض فعلا. في تماس مباشر مع حياه المريض. هاي تقريبا مجمل لهذا. بالمناسبه للذكر انه احنا في دائره التفتيش ايضا عندنا قسم ثاني معني بالموضوع، هو قسم مهم، قسم تقييم الاداء. نعم، اللي ايضا عنده يعني شعبه تقييم المؤسسات الخاصه ايضا لهم دور في هذا الموضوع حسب المؤشرات اللي عندهم. نعم، والسلبيات اللي يرصدوها لنا ومتابعتهم الجديه للسلبيات، وايضا يرفدون احنا كاقسام التفتيش بمتابعه هذه السلبيات، ايضا لهم دور في نعم. موضوع تفتيش او تقييم هاي المؤسسه. نعم. دكتور، نتحول الى محور اخر هو موضوع الادويه والسوق الدوائي. نعم. من هو المسؤول عن تنظيم هذا السوق في العراق، وما هي ما دوركم الرقابي في هذا المجال؟ صراحه احنا هاي الفتره يعني هاي السنه خاصه من صارت اتجاهات الوزاره والحكومه هو موضوع الادويه، الادويه نعم. المهربه والغير مفحوصه. نعم. وكان التركيز المباشر عليها. نعم. من بدأت مرحلة الإفصاح عن الأدوية الغير مفحوصة وإعادة فحصها بمركز الرقابة الدوائية. نعم. موضوع إطلاق الصرف والسحب الطوعي للأدوية التي فشلت في الفحص إلى آخره. أيضا موضوع منظومة التسعيرة الدوائية والمنظومة الدوائية. فكلها صراحة هي هذه السنة يعني كانت هي بدايتهن. احنا صراحة كثفنا الجولات مالتنا على هذا الموضوع. نعم. شملت يعني في شهر السابع سوينا حملتين من كمثال الحملة، سوينا نعم. حملتين في الحارثية والسعدون مراكز السوق الدوائي الرئيسية في بغداد على المذاخر الدوائية. نعم. رصدنا بعض المخالفات، رصدنا الأدوية المخالفة، صادرناهن، أتلفناهن. كذلك عدة مكاتب، ايضا صيدليات اهليه يعني ما يقارب اكثر من 300 الى 400 صيدليه تم تفتيشها يعني في داخل بغداد، في داخل بغداد وبعض المحافظات من قبلنا. نعم. نحن بس نعم. لان نتحدث عن عملنا كقسم. نعم. لان اكو اقسام شعب اخرى ايضا قاعد تعمل ويانا نفس نفس النظام. مثل ما تعرفين حضرتك الدواء يعني ايضا موضوع مهم. نعم. وشعار الوزاره هو دواء امن وفعال. فالدور الرقابي كان دور مهم في الموضوع. نعم. لانه منع تداول هذه الادويه جدا مهم للوزاره، ومن توصيات وحث معالي الوزير انه بهذا الموضوع. صراحه رصدنا هواي من المخالفات، رصدنا هواي من الادويه المهربه والغير مفحوصه، وصادرنا هو كثير من المواد تم اتلافها، وصراحه واحنا مستمرين في هذه الحملات. الحملات تكون هي على شكل حملات دوريه مرات، مرات تكون حملات مفاجئه، مرات شكاوى تجينا على يعني مؤسسات معينه. فتختلف بها، ولكن هي في حالة استمرارية ولم تتوقف أبدا. نعم. نتحول الآن إلى محور آخر هو محور عيادات التجميل. نلاحظ ازدياد هذه العيادات بشكل ملفت الآن في العراق، وليس فقط في العراق وفي الدول المجاورة وأيضا في العالم. ما هو دوركم الرقابي في هذا المجال؟ موضوع عيادات التجميل ومراكز التجميل أيضا موضوع مهم. مثل ما تعرفين حضرتك يعني تعريف مركز التجميل صار في القطاع الخاص يشمل عدة مؤسسات، منها هي مركز التجميل اللي يحصل موافقاته من وزارة الصحة حسب قانون 25. أكو العيادات التجميلية تتضمن، كذلك تتضمن أيضا دخلوا صالونات الحلاقة إلى آخره من هاي. دورنا أيضا كان هنا دورنا مو فقط إحنا التفتيش، دخلنا أيضا مع وزارة الداخلية في الموضوع عن طريق حملات مشتركة. غلقنا عدد يعني تقريبا حسب الإحصائيات الموجودة في بغداد فقط ما يعادل أكثر من 100 مركز. نعم. 104 مركز تم غلقها يعني من خلال حملات مشتركة أو حملاتنا إحنا كغلق نهائي أو غلق مؤقت لحين استحصال الموافقات الرسمية. نعم. صارت هي لجان مشتركة يعني من تشكيل من وزارة الداخلية، احنا اشتركنا معهم مع القوة الماسكة للأرض مع الجنين المنظمة للأمن الوطني، ومستمرة لحد الآن هذه الحملات. عيادات التجميل، مراكز التجميل أيضا احنا أيضا تناولنا بها موضوع مهم، قلت يعني تكلمنا به أنه حسب تعليمات الوزارة هو يمنع إجراء العمليات الجراحية خاصة داخل هذه المراكز. فركزنا على هذه النقطة.
لان اكو تداخلات بسيطه مسموح لها العمل في الممرض، لان هاي ايضا في تماس مباشر مع حياه المريض. نعم. لان اكو هواي من الاجراءات الجراحيه يجب اجراءها داخل المستشفى. نعم. لا يعني من المستحيل ان تقوم اجراء هكذا تداخلات داخل هاي العيادات او المراكز، خصوصا لها مضاعفات مستقبليه تؤدي الى الوفاه. يعني انا ايضا عن طريقكم ان شاء الله، عن قناتكم وحضرتك، ايضا اوجه يعني للمواطنين الكرام انه موضوع العمليات الجراحيه التجميليه يعني ابتعدون عنها في اجراءها داخل العيادات، وخلي احنا صراحه باب الشكاوى مفتوح عندنا بالوزاره وبدائرتنا وبالهاي، حفاظا على حياتهم، لان هيك تداخلات لا من المستحيل ان يتم اجراءها داخل هذه المراكز، يفضل ان تجرى في مستشفيات. متابعينا الكرام، خلونا نشوف هذا الفاصل وراجعين وياكم. اهلا بكم متابعينا مره اخرى، كمل حديثنا دكتور حسام بالحديث عن عيادات التجميل، ما هي اهم المضاعفات اللي لاحظتوها بالنسبه للمراجعين اللي راجعوا هذه المراكز الغير مرخصه؟ هي صراحه يعني هي احنا تجينا على شكل شكاوي. نعم. وكذلك ايضا تجي ك يعني كاخطاء طبيه. نعم. تجي يعني وتشكل عليه الامان اللجان التحقيقيه. نعم. اكو لجان تحقيقيه عندنا بالقسم المسؤوليه الطبيه. المسؤوليه الطبيه. على موضوع الاخطاء الطبيه في ما يخص موضوع مجال التجميل. التجميل. اكثريته هي انه مضاعفات اللي تصير هو من اثر التداخلات اللي تحدث داخل هذه المراكز. نعم. يعني مستحيل انه كلمة تكون هو صالح معتني بها ما حتحقق المواصفات اللي مطلوبه لاجراء هيك التداخلات. موضوع التعفير وموضوع التعقيم وهذا موضوع جدا مهم، يعني احنا في مستشفياتنا احنا نتحدث ثاني كطبيب جراح، يعني من اختار صالة العمليات كانت تكون لازم نظيفه والادوات معقمه وتطب عده مراحل وتعقيم المكان والاشخاص وكل هذا، احنا الهدف من تقليل موضوع الالتهاب. نعم. زين. فهيك اماكن صراحه ما تتحقق هاي كل المواصفات الموجوده، فاكثر شيء ما يكون يجون التهاب جريح، التهاب في مكان الحقن، التهاب في مكان التداخل. زين. سجلت يعني بعض الحالات، اعتقد اني ممكن مو ملم بالموضوع، لان الاخطاء الطبيه على قسم. نعم. اخر. نعم. ايضا حتى تحد يعني حصلت حالات من الوفيات داخل. نعم. هذه الاماكن، وهذا موضوع مو سهل. اكيد. لانه ارجع اقول لك يعني موضوع تداخل في هيك اماكن يعني مع حياه المريض، حياه الانسان مو سهله. نعم. فمن الصعوبه اجراء هكذا تداخلات. نعم. داخل هاي الاماكن. نعم. للامانه يعني. نعم. احنا بالمستشفيات مرات امكانيات مستشفيات اهليه وما نقدر نشتغل بها، نضطر نشتغل في مؤسسات حكوميه. اضافه لخطوره هذه الاجراءات هي. نعم. اصلا هي بها نسبه خطوره. تبقى اي تداخل. نعم. جراحي في هو يعتبر به نسبه خطوره، فلكن اني لازم الهدف الاساسي انه في حاله، انا دائما اسالهم اقول له انت في حال صار عندك مضاعفات انت بهالمكان شو حتتصرف؟ نعم. وانت ما عندك فد فاسيلتيز موجوده. نعم. جوا ايدك. احنا سب المستشفى لا سامح الله من صير عندنا نستعين باطباء. اكو حلول بديله. نستعين. نعم. ببردها، نستعين بنعاش، مصرف دم يمنا، نحتاجين. نعم. ادويه، نحتاجين شغلات متوفره يمنا. متوفره. نعم. واحنا يعني بصوره عامه بالجراحه خاصه التداخلات الجراحيه، يعني احنا المضاعفات جدا جدا وارده عندنا. نعم. يعني فدائما التفكير مالتنا يعني كيف حد نتعامل مع هذه المضاعفات اللي في لا سامح الله حدثت لنا. نعم. اكيد. وهي نقطه ايضا مهمه، يعني ما معقوله اشتغل في مكان هو ما غير مهيئ لهذه الامور، وان كانت قد تعبر عمليه عبنتين بدون مضاعفات. نعم. لكن هذا لا يمنع حدوث المضاعفات. حدوث المضاعفات. نعم. دكتور، ايضا بالحديث عن عيادات التجميل، ما هي اهم السلبيات اللي رصدتوها في هذه العيادات؟ اكثر سلبيه احنا رصدناها هي انه عدم وجود موافقات رسميه للامانه. نعم. موافقات رسميه لا تحتوي، يعني قد يكون فاتح مركز او مثلا يعني موافقاته مو كامله او ما عنده اصلا موافقات. نعم. في مراكز صراحه يعني ايضا عدم تواجد الطبيب. يعني هم كوادر هم قاعد يعملون داخل هذه الاماكن. السلبيات الاخرى ذكرنا نلقى مثلا يستخدمون مواد هي منتهيه الصلاحيه بهن يعني غير مفحوصه غير مسجله. مناشئ غير رصينه. نعم. كوادر موجوده غير ما عندها موافقات رسميه. بالاستقدام. نعم. صراحه كثير يعني اكثر من مخالفه وسلبيه نلقاها داخل هذه الاماكن. نعم. وفذاك نتعامل وياهم بجديه.
أكيد. نتعامل معهم بجدية. ما عنده موافقات هو يعني بنظرنا أنه هذا المؤسس غير رسمية يتم إحالته إلى وزارة الداخلية. نعم. إلى مديرية مكافحة الجريمة المنظمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه الأماكن. نعم. الآن نتحول إلى موضوع المختبرات أو مختبرات التحليلات المرضية. نعم. ما هو دوركم الرقابي في هذه المختبرات؟ ذكرت بالبداية إحنا المختبرات تقسم إلى يعني مختبرات، هي مختبرات رئيسية ومختبرات جانبية. المختبرات الرئيسية المختبر يفتح بأكثر من إجازة من قبل عدة اختصاصيين. نعم. ويكونون محددين بإجراءات مختبرية حسب الإجازة الممنوحة لهذا المختبر. أن أيضاً أكو مختبرات الجانبية اللي تفتح بجانب الطبيب أو جانب الطبيب أكثر ما هو عن طريق إجازات المهن الصحية. هذا يكون أيضاً محددين ببعض الفحوصات. ببعض الفحوصات، مو كل جميع الفحوصات. إحنا أكثر شيء نبحث عنه، نبحث أول شيء هل العمل بمنطوق الإجازة، الأصحاب تواجد أصحاب الإجازة، يعني يكون لازم هم المتواجدين هم اختصاص في هذا الموضوع. نبحث ايضا عن موضوع نسميها المستلزمات او التكات اللي تستخدم في يعني في المختبرات، هل هي منتهيه الصلاحيه ام لا ومنشئها. نبحث ايضا عن التسعيره للاجراء للفحوصات المختبريه، اضافه الى نظافه المختبر والكوادر العامله والمحاصرين على التدريب والشهادات. كثير من الامور احنا صراحه سلبيات نلقاها، لكن من اكثر السلبيه الامانه نلقاها في المختبرات هو عدم وجود موافقات رسميه. اكثر يعني من المؤسسات نوجدها في خلال حملاتنا التفتيشيه انهم غير مجازين، لذلك هذول راسا نتخذ بهم اجراء بالغلق. نعم. غلق لحين استئصال استحصال الموافقه الرسميه، او اذا ماكو احنا هذا نحيله ايضا الى وزاره الداخليه. نعطيهم فرصه ايضا اذا بادي مثل اكو بهم مختبرات هو بادي باجراءات التسجيل، انطيه فرصه اغلقه الى ان يكمل اجراءاته ويستحصل موافقاته ويتحول الى جهه رسميه بالنسبه لنا. من النقاط ايضا نبحث بها بالمختبرات ايضا مهمه هو موضوع المخلفات الطبيه. نعم. طريقه التخلص من النفايات الطبيه ايضا شيء مهم بالنسبه لنا. نعم. نعم. وبعض المخالفات الإدارية، التوثيق وإلى آخره، أيضا هاي من السلبيات اللي نصدها بالمختبرات. نتعامل ويا المختبرات حسب قانون الصحة العامة، عقوباتنا تتراوح ما بين الغلق لهذه المؤسسات بفترات متزمنية حسب المخالفة، أو فرض عقوبة الغرامة بحق المخالفين، وحسب يعني هي صراحة تعتمد يعني حسب كل مخالفة. نعم. موجودة في المختبر. أكيد. نعم. متابعينا الكرام، خلونا نشوف هذا الفاصل وراجعين وياكم. أهلا بكم متابعينا مرة أخرى. دكتور حسام، أيضا سؤال حول أجور الأطباء. الكثير من الناس تسأل ليش أجور الأطباء كثيرة مثلا؟ هاي من هي الجهة المسؤولة عن تحديد أجور الأطباء في العيادات الخاصة؟ عيادات الأطباء الإجازة العيادة هي تصدر من نقابة الأطباء. نعم. نعم. وهم محددين أيضا، إحنا كأطباء محددين بقانون نقابة الأطباء. نعم. من ضمنها أيضا أجور اللي محددين هم أجرة الطبيب كان استشاري أو اختصاص أو ممارس إلى آخره. فالتحديد هو صراحة الأسعار هو يكون من اختصاص الجهة المانحة، ويطبق أيضا على نقابة الأطباء الأسنان أيضا وليس من وزارة الصحة. يعني احنا وزارة الصحة دورنا مع النقابة، يعني دورنا هو رقابي معهم الاشتراك. نعم. يعني احنا حتى في حملات تفتيشية على عيادات الأطباء وبتوجيه مباشر من السيد معالي الوزير انه كل حملاتنا على عيادات الأطباء تكون بإشراك النقابة. أكيد. النقابة المعنية كانت نقابة الأطباء أو نقابة الأسنان. والمخالفات المرصودة بعيادات الأطباء بصورة عامة هي مو مخالفات ذيش الكبيرة. نعم. لأنه إحنا العيادة يعني تكون معرفة إلينا بالشخص المتواجد، فإذا هو كان طبيبه فالكون يعني متابعته من خلال الإجازة والعمل أو التداخلات أو الإجراءات اللي يقوم بها داخل العيادة. مع وجود ممثل من النقابة، لأن هذا مهم بالنسبة لنا، لأنه كون هي إجازته هي يكون صادرة من هذه الجهة. كأطباء حتى أطباء الأسنان أيضاً. نرصد بعض المخالفات في عيادات طباء الأسنان، يعني عدم التزامهم بالإجازة الممنوحة، المتواجدين، الشهادات الحاملين إلها،
تواجد الطبيب عندنا مهم يعني نعم. الموجود يكون لكم يعني يكون لازم متواجد في العياده، اذا كان بديل هو قانون لازم يبلغ الجهات المعنيه عن وجود هذا البديل. بديل. اي لكن هي بصوره عامه عيادات اطباء يعني مخالفاتها مو بجسميه مخالفات المؤسسات الاخرى من المستشفيات او عيادات التجميل. نعم. دكتور نتحدث ايضا عن العيادات التمريضيه. للاسف يوجد في بعض المناطق بعض اصحاب المهن الصحيه يقومون بدور الطبيب والصيدلي يعني الامور التمريضيه. نعم. بالاضافه لاجراءات غير علميه للاسف تؤدي الى مشاكل اخرى للمرضى. ما هي اجراءاتكم الرقابيه على هذه العيادات؟ ايضا من حملاتنا التفتيشيه في اذا الواسعه ايضا نغطي محلات التمريض عيادات التمريض. نعم. اي المحلات قصدي هنا محلات المهن الصحيه تضمن العوينات والعلاج الطبيعي. نعم. لكن التمريض عيادات التمريض وايضا احنا في دور ايضا اشراكهم ونقابه التمريض في الموضوع. بيها سلبيه صح مثل ما ذكرتيها زين، فبعضهم يعني بهم ما عندهم موافقات رسميه، ما عندهم هويه تسجيل. يقومون باجراءات كثيره داخل العياده مو ضمن اختصاصهم. وعاقبنا للامانه كثير من هاي العيادات، وكان اكثرتها كانت هي عيادات وهميه. غلقنا هواي في منطقه الشعاب الحسينيه، غلقنا كثير من العيادات. تجينا شكاوي كثير على هذا الموضوع، اوجه فريق على الموضوع لتحقق من هذا السلبيات او الاخباريه تجينا على هاي العيادات. اشراك النقابه ويانا مهم جدا، نقابه التمريض. والعقوبات ايضا تم تحديدها وتم الاتفاق عليها ولحد من هذه الظاهره. تبقى هناك بعض العيادات مثل حضرتك اكو عيادات هي يكون داخل المناطق السكنيه. نعم. من البيوت او هاي، فهاي صراحه يعني نحاول قدر الامكان تغطيتها من قبل فرق التفتيشيه في قسمنا او في دوائر الصحه لتغطيه اكبر عدد ممكن من هاي العيادات. نعم. تكلم دكتور، اذا تعرض المواطن الى اي مشكله او حاله سلبيه في المؤسسات الخاصه، ما هي الآلية للتبليغ عن هذه المشكلة أو هاي المضاعفات اللي تمت في هذه المؤسسات؟ نحب اليوم نطلع المواطن على هذا الموضوع. أنا صراحة تجيني الشكاوي من عدة نقدر نقول طرق يعني تجي وتوصل. بعضها عن طريق الإعلام ممكن. نعم. أكو عندنا مثل في التحقيقات عندنا شعبة تلقي الشكاوي. نعم. عن طريق الاتصال الهاتفي من أرقام تليفون. يوجد خط ساخن. نعم دار التفتيش. وهناك شعوب متخصصة وموظفين لتلقى الشكاوي. نعم. شكاوي تجينا أيضا عن طريق الإيميل. نعم. عن طريق إيميل الدائرة، وشكاوي اللي يجي يقدمها الشخص المعني في الدائرة. طلب ممكن يكون كطلب يكون خطي. عن شكل طلب. يحضر بشخصه. نعم. يحضر الدائرة تفتيش ويقدم طلب، وإحنا صراحة نستقبلهم دائما كل يوم، وخالدين خاصة يوم الثلاثاء عندنا. نعم. من كل أسبوع سيد مدير عام دائرة التفتيش يقوم باستقبال مناشدات المواطنين او المراجعين في هذا اليوم، يقوم تغطيتهم. وبعد ذلك تلقي الشكاوى، احنا نتعامل مع كل شكوى وكل اخباريه تجينا حسب الاختصاص. مثلا هسه احنا نتحدث عن الخاصه، المؤسسات الخاصه. انا دوري في التفتيش وتدقيق هذه الشكوى. ذكر مثلا انه هذا المكان وهمي، انه هذا الشخص غير معني، انه هاي سوت هاي المشكله، نتعامل وياها. في حاله انه التدقيق مالتنا وصل الى مرحله انه وجود خطا طبي او وجود فد اشكالي في موضوع يحتاج الى تشكيل لجان تحقيقيه، فنحول اللجنه التدقيقيه الى لجنه تحقيقيه من ضمن الدائره للتحقيق او احالتها للدائره المعنيه في المحافظات. يعني هاي هي الطرق اكثر من طرق. اكو جهات ايضا عن طريق مكتب الوزير، عن طريق مكتب الوكلاء ايضا تجينا تنتقي كافه الشكاوى ونتعامل وياها بعد ما تتم تصفيتها ومعرفه يعني كل وحده تكون تاخذ اتجاهها والجهه المعنيه عليها. نحب نطلع ايضا على الجهات السانده لعمل قسمكم، هل هناك جهات سانده؟ واكيد اكو جهات سانده تكون داعمه لكم خلال عملكم، نحب نطلع عليها. احنا كجهات سانده عندنا جهات احنا نشترك معهم او هم يشتركون ويانا، هم النقابات المعنيه مثلا. نعم. احنا نقابه الصيادله ونقابه الاطباء واطباء الاسنان وايضا هسه نقابه التمريض يكونون كاشتراك معنا في حملات التفتيشيه، ودورهم مهم للامانه. انا مؤمن بدورهم جدا، لانه هم هذول المؤسسات هم اللي يصدرون الاجازه، هم يعرفون مؤسساتهم حتى يعني في نقاط الدلاله والاماكن هم دائما تكون عندهم المعلومات ونستعين بهم. ذكرتش قبل قليل هناك مثلا احنا موضوع المراكز التجميل اللي اجى بتوجيه مباشر. نعم.
من السيد معالي وزير الداخليه والسيد معالي وزير الصحه، وكان اتفاق على تشكيل لجان مشتركه، اشتركنا احنا مع القوى الامنيه، نعم، مع وزاره الداخليه، مع قوى الماسك للارض، اشتركنا مع جهاز الامن الوطني وممثلي، واحنا اقسام التفتيش في موضوع المراكز اللي احنا سميناها مراكز تجميل الوهميه. نعم. هناك جهات عندنا مثلا جهاز المخابرات ايضا يتعامل معنا، عنده اخباريات ايضا يتعامل معه. بعض الجهات مستشارات الامن القومي مرات من يصير عندهم ايضا يشركونا بندواتهم بارائهم بامورهم، ايضا هم ساندين لنا. فالامانه صراحه الحكومه والوزاره هي كلها داعمه لنا في هذا الموضوع، لانه مثل في دور الرقابي هو دور جدا مهم فعلا في تقويم العمل، لان احنا نهدف ليس فقط لرصد المخالفات، لكن هو الهدف الاساسي لازم يكون هو تقويم عمل المؤسسي ان كان خاص او حكومي. يعني احنا كلنا تحدثنا عن القطاع الخاص، الحكومي هو لا يقل اهميه ابدا عنه، وانا اعتبره انه اهم من عندنا في هذا العمل. طبعا نشكر جهودكم الكبيرة وأداء كبير صراحة في تقييم وتفتيش الدوائر والمؤسسات الخاصة. نشكر حضوركم اليوم دكتور، وشكرا لهذه المعلومات القيمة. الله يسلمك، ممنون. متابعينا الكرام، شكرا لمتابعتكم برنامجنا لهذا اليوم، إن شاء الله نلتقيكم الأسبوع القادم. تقبلوا تحياتي أنا دكتورة نور محمد علي وتحيات كادر البرنامج، نلتقيكم الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، إلى اللقاء.